نعم، وكان والدي رحمه الله تعالى إذا دخل في مناسك الحج أغلق فمه عن النقاش والجدل مع الناس كلهم، شو مهما كانت الأمور، لكن إذا انتهى من المناسك يعود. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فما بالك أيها الإخوة بأناس ينتهزون أيام الحج ليناقشوا الناس، ليكفروا هذا ويبدعوا هذا ويثيروا الفتن وأسباب الفتن، وبيعرفوا أن الكل وين؟ في حالة مناسك، في حالة إقبال على الله عز وجل. لك يا عم اتركهم، خليهم يخلصوا مما هم بصدده مقبلين إلى الله، في حالة طواف، حالة سعي، حالة عرفة، حالة وقوف. نعم، بعدين احكي لي بدك يا لا، وهم في أثناء الوقوف في عرفة تسمع من يقول أنت فسقت، أنت أشركت، أنت عملت، أنت كذا. خذ بقى، والإنسان بشر ما هو ملاك. نعم، إن ضبط نفسه مشاعره ما بتخليه يرجع إلى وضعه السابق، هدوءه وشفافيته الروحية، ونتكلم وقع بمصيبة أكبر. نعم، وهذا أمر يدل على أن أولئك الناس ليسوا مخلصين في هذا العمل أبدا. المخلص ربي عز وجل يقول ولا جدال، نص نص، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما قال لا مراء، قال ولا جدال، يعني مطلق الجدال ما فيه. في لك شغل عن الجدال بما أنت بصدده. أنا بالسعي في آداب، لازم أقرأ قرآن وأنا عم بسعى، لازم أذكر ربي عز وجل وأنا عم بسعى، في شيء بيشغلني. إذا واحد جاء قال لي أنت ليش عامل هيك كذا كذا، هي بدعة، اتركه، لا تطلع فيه ولا تجاوبه، خليك ماشي. نعم، وهكذا. وإذا كان الإنسان مخلصا لله تنحل المشكلة، لكن لما بتكون نفسه هي اللي عم تقوده المشكلة ما بتنحل. لما نفسه هي اللي بتقوده ما بيلاقي لكل شغلة حجة، نفسيته لأنه بتقله بتحليله المر وبتقوم له المعوج وكل شيء.